في دائرة الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون، السيد أمين عام الجامعة، السيد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم سير، السادة نواب عميد الكلية، السادة مدراء المخابر، أسرة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم سير فرضا، السيد رئيس الملتقى الدولي، السيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى، السيد رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، السيدات والسادة أعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية، زملاء الأساتذة، بنات وأبناء الطلبة، أسرة الإعلام، ضيوف جامعة المحترمين من داخل الوطن وخارج الوطن. ونبدأ بمراقب الميزانات الحاضر معنا، كل باسمه وجميل واسمه حتى لا ننسى أحد، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، نرحب باسمكم جميعا بالباحث ديمتري بلاديف من جامعة أورل الروسية، وللأستاذ عمر ياسين حضيرات من جامعة عبد القادر الأردن الشقيق، وبالأستاذ سمير إسرائيل والأستاذ نظام القدمي داني من تونس الشقيقة، وكل أساتذة الذين يتابعون عن طريق تحاضر عن بعد من جامعة السودان، من ليبيا الشقيقة، ومن العراق أيضا، وكل أساتذة الذين يتواصلون معنا عبر تقنية التواصل عن بعد. الحضور الكريم، نشهد اليوم انطلاق فعالية الملتقى الدولي الموسوم بتحديات الاقتصاد الجزائري مع مطلع الألفية الثالثة، الرقمنة والاقتصاد الموازي، المنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم تسيير بالتعاون مع مخبر الابتكار والهندسة المالية ومخبر المحاسبة والمالية والجباية والتأمين لجامعة العربية بالمهيدي ميم البواكي. أود في البداية نشكر القائمين على تنظيم الطبعة الثانية من هذا الملتقى وعلى جهودهم المبذولة وحسن اختيار الموضوع، حيث أن هذا اللقاء العلمي يأتي في إطار تطرق إلى التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد الجزائري منذ بداية الألفية الثالثة، ومن أبرزها الاقتصاد الموازي. الحضور الكريم، نشير هنا أن أحد أبرز المشاكل الاقتصادية التي تعيق فرص التنمية الاقتصادية اقتصادية الدول المسلمة والنامية هو الاقتصاد الموازي، وهذا من خلال الآثار السلبية التي يطرقها على جل المؤشرات الاقتصادية. والاقتصاد الجزائري كجل الاقتصادات العالمية يعاني من ظاهرة الاقتصاد الموازي، حيث قدرت السلطات العليا في البلاد حجمه بحوالي 60 مليار دولار، مؤكدة بذلك على ضخامة حجمه وتغلغله ضمن النسيج الاقتصادي بالشكل الذي يوحي بأنه الاقتصاد الحقيقي، مما دفع الدولة إلى تجنيد كافة الإمكانات من أجل معالجة هذه المشكلة. ومن أبرز الإجراءات المتخذة العمل على رقمنة القطاعات المالية والخدماتية، وذلك في ظل تسارع التطورات التكنولوجية عالميا، أين سعت الجزائر جاهدة لتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من قدرتها التنافسية في مختلف القطاعات ويسهم في تنظيم الاقتصاد والتحكم في الاقتصاد الموازي. ويعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من القطاعات الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية طموحة لتحقيق التحول الرقمي السلس مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتوسيع استراتيجية صفر ورقة، فضلاً على استخدام العديد من المنصات الرقمية واستحداث العديد من التخصصات الجديدة التي تلبي احتياجات الاقتصاد. ولقد جاءت النتائج سريعاً، حيث مكن التحول من تحقيق وفرة مالية هامة بالإضافة إلى تحسين الرقابة وزمن أداء الخدمة. وتجدر الإشارة أن التحول الرقمي في جل القطاعات لا سيما المالية منها نظراً لخصوصيتها ليس مجرد خطوة تحديثية، بل هو استثمار طويل الأمد تعمل الحكومة الجزائرية
على تعزيزه من أجل مواكبة التطورات العالمية وتوفر فرص أفضل للاندماج ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. أننا بجميع الطعام المنويين سنبقى في دعم مستمر لمثل هذه التظاهرات العلمية، حيث أننا نؤمن بأهميتها البالغة في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المحلية والمستدامة. الحضور الكريم، إن الهدف الجوهري الذي نرجو تحقيقه من هذا الملتقى هو أن تكون الأبحاث المقدمة لهذا الملتقى الدولي بمثابة أداة فعالة تساعد على تقييم الإجراءات والسياسات المتخذة أو المرسومة من طرف صناع القرار، فضلاً على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل على استشراف المستقبل وتقديم اقتراحات استباقية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية للجزائر، لا سيما في مجال الرقمنة والاقتصاد النواتي. في الأخير، أجدد الترحيب بجميع المشاركين وأتمنى لكم إقامة طيبة بجامعتنا، وأشكر مرة أخرى القائمين على إنجاح هذا الحدث العلمي. أساتذة